ولسه مع اكاذيب الاخوان المستمره ضد المصريين، خلونا بقى نشوف المواطنين بيردوا ازاي على شائعات واكاذيب قنوات الجماعه الارهابيه وممثليها، يعني زي محمد ناصر، معتز مطر، كل الناس دول الحقيقه للاسف للاسف كذبا بيطلقوا على نفسهم يعني لقب اعلاميين وهم ابعد ما يكونوا عن ذلك. طيب خلونا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. ازاي؟ هي التجربة نجحت أصلاً؟ تجربتك الاقتصادية نجحت؟ الاحتياطيات دلوقتي طبعاً أعطتنا اطمئنان أكثر بكثير من قبل كده، يعني 2016 ما بكناش بننام، الحمد لله 2017 كان أحسن بكثير، 2018 إحنا أحسن بكثير، ومستويات الاحتياطيات كمستويات قياس هي اعلى من المستويات العالميه. الدوله المصريه بتعمل برنامج اصلاح اقتصادي جديد، الشعب كمان صابر وواقف جنب القياده السياسيه في تنفيذ البرنامج الاصلاح الاقتصادي دوت، وكمان بنسمع ان في اشادات دوليه بالبرنامج دوت وان مصر ماشيه على الطريق الصحيح، فيعني ربنا يكرم ان شاء الله وياتي بثماره في المستقبل ان شاء الله. اعاده تصنيفنا من الناحيه الاقتصاديه بات واضح جدا عند الدول الأوروبية، وخاصة موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضنا، ده معناه شهادة بتؤكد أن سياسة الإصلاح الاقتصادي قايمة على أسس سليمة.